يا سلام، يعني ايه ما بيردش؟ قلت لك كلمته اكتر من 20 مره تليفونه مقفول. يا اخو في حرب اللي يكون عمل فيها حاجه. لا ما تخافيش، هو زين صحيح دماغه ضربه وبيهيك زي الطور، لكن طيب وقلبه ابيض مش هيعمل فيها حاجه. لا مش هتهون عليه. يا بختها لقيت ما تهونش عليه، الدور والباقي عليا انا، بقيت بهون عليك قوي يا حربي. ايه الكلام الفارغ اللي بتقولي ده يا بت؟ يا اخويا بقول لك شخط فيا وزقني وقعني على الارض وانت مش فارقه معايا. يا خرابي عليكوا يا نسوان، يا خرابي، عايزين جنازه وتشبعوا فيها لط. شفت ازاي بقى؟ مش فارقه معاك ازاي يا بيبي؟ عيب يا دندل اللي بتقوليه ده، انت ما تعرفيش غرامتك عندي ولا ايه؟ طب تصدقوا تؤمني بالله لو حد تاني غير زين كنت قسمته نصين، لكن زين يعني زين مننا وعلينا، بس ليك عليا هيبقى في بيني وبينه كلمتين كده بس على انفراد. اه منك انت، ما باخدش منك لحق ولا باطل، وعارفه انك بتضحك عليا وبتسجدني، بس مش عارفه ليه بصدقك. بقول لك يا دندل، قول. مش البيت هنا برضو في ميه سخنه؟ ايه عايز تستحمى؟ عايز كوبايه شاي قبل ما اقع منك. ولا ما باخدش منك حاجه ابدا، اوامر وطلبات وبس. علي النعمه حبيبه يا دندل. تسنيله. بقول لك ايه؟ بالمناسبه يعني في ايه بينك وبين عزام وعنتر؟ بتسالي ليه؟ اصل سمعت الليله عزام بيقول لعنتر انه مستني بس الظروف تخلص وساعتها هيشوف شغله معاك. هو قال كده؟ وقال كمان انه مش هيعديها لكم. هو كان بيتكلم عن ايه يا حارب؟ تاخديش في بالك، ده كلام في الهوا. لا مش عزام اللي يتقال عليه كده، ده سماوي عامل زي الجمل، يشيل يشيل وضربته والقبر. ده شكلهم هم. دعاء تعالي يا بنت، كويسه الحمد لله. اللي انت عملته ده زفت. مش وقت الكلام ده دلوقتي يا حبيبي. طب يا جماعه كويس ان احنا اطمنا عليكم، بالاذن احنا بقى. طب والشاي؟ شو بعدين يا دنيا. ماشي يا حربي، بس بسأل عليا. حاضر. سلامة دعاء، الحمد لله على سلامتك. يلا. الله. بقول لك ايه يا دعاء؟ عمل فيك ايه الواد ده؟ الله؟ ما ترد يا بنت. انت مش هتبطل الجنين بتاعك ده زين؟ ما هو انت لو كنت اثرت دنيا عند دعاء من الاول ما كانش كل ده حصل. مش انت اللي جبتها ورجعتها لدنيا بنفسك؟ عايزني اعمل لك ايه؟ ارميها في الشارع؟ ولا اوديها العيشه ولا اسربها زي القطط؟ طب اركب اركب فرقتك الكحلة دي، اركب. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عنتر؟ الواد ده اكيد اتجنن. انا قلت لكم من الاول